أهلا بكم مشاهدين إلى برنامج من لندن لليوم وفي عناوينه. انطلاق أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وسط أزمات عالمية. أردوغان يكشف عن مساعي بوتين لإنهاء الأزمة مع كييف بأقرب وقت. وبايدن يعلن تمديد حالة الطوارئ لمدة عام لحماية بلاده من التهديدات الإرهابية. وفي الصحافة البريطانية نقرأ أيضاً: موجة حب عارمة في جنازة الملكة. يجب على الملك إبعاد وزراء الحكومة من الانقسام. انطلقت في مدينة نيويورك أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بمشاركة نحو 150 من قادة العالم. وافتتح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أعمال الجمعية محذرا من عواقب الحرب الروسية في أوكرانيا على العالم، والتي قد تسببت في نقص حاد في توفير السلع العام المقبل. على مائدة مثقلة بالتحديات الجيوسياسية والكوارث المناخية، يلتقي قادة العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تشهد بدورها انقسامات عميقة. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أشار إلى أن الدورة 77 من أعمال الجمعية تأتي في لحظة خطر كبير بالنسبة لعالم يواجه تحديات جمة من النزاعات والكوارث المناخية، إضافة إلى الريبة والانقسام والفقر وانعدام المساواة والتمييز. الحرب الروسية الأوكرانية من أبرز الملفات التي ستشهدها أعمال الجمعية العامة، خاصة مع مداخلة للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عبر الفيديو، وكذلك في صلب اجتماع لمجلس الأمن على مستوى وزراء الخارجية في وقت لاحق. وبالتبعية ستحظى قضية الأمن الغذائي، أحد أبرز تداعيات الحرب في أوكرانيا، بجانب من مناقشات الشق رفيع المستوى لما تمثله من مخاطر على الأمن الغذائي العالمي. وفي ذلك أشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى نجاح مبادرة حبوب البحر الأسود التي توسطت فيها الأمم المتحدة في هذا الشأن. وكالمعتاد تعترض دول الجنوب على تركيز الدول الغربية انتباهها على الحرب في أوكرانيا، ودعت إلى ضرورة العمل على إنهاء النزاعات أيضا في تيغراي بإثيوبيا وفي سوريا وغيرها من مناطق العالم. كما عبرت دول الجنوب عن استيائها من دول الشمال في مجال مكافحة التغير المناخي، في حين تتحمل الدول النامية قدرا أقل من المسؤولية عن الاحتباس الحراري، لكنها تظل أولى ضحاياه. وبدوره دعا غوتيريش مجددا إلى زيادة الدعم للبلدان النامية، ليس فقط فيما يتعلق بالحد من الانبعاثات، ولكن في إنشاء البنية التحتية المستدامة اللازمة لتلك البلدان وتمكينها من تحمل آثار تداعيات تغير المناخ المدمرة. أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك على دعم بلادها لأوكرانيا ومواصلة جهودها لإنهاء الحرب والمعاناة التي يواجهها الشعب الأوكراني. وجاءت تصريحات بيربوك قبيل توجهها للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث دعت لمضاعفة جهود الأمم المتحدة في المشاكل الدولية المشتركة، مشيرة إلى ضرورة الحوار والإيمان بالقيم الأساسية لميثاق الأمم المتحدة ونبذ العنف والمساواة بين جميع الدول والتعاون الدولي لحل المشكلات حول العالم ووقف العنف والحروب. Wir haben in den vergangenen Monaten nichts unversucht gelassen, um auf diplomatischen Wege eine friedliche Lösung für diese Russland-Krise. تنضم إلينا مراسلة الغد من باريس ماريا مصارع. أهلا بك بارية. إذن جدول أعمال مزدحم سيكون للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكلمة مرتقبة له. هل لك أن تضعين حول التوقعات من هذه الأنشطة والكلمة المرتقبة للرئيس الفرنسي؟ نعم لينا، بالفعل هذا ما أكدته أيضا وزيرة الخارجية الفرنسية صباح هذا اليوم كاثرين كولونا، أكدت بأنه من المحتمل بأن يكون هناك لقاء
يجمع ما بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. ومن المعروف لنا بأن التركيز على هذه الاجتماعات الهامشية يعني لديه أهمية كبيرة في مثل هذه المحافل الدولية، حيث يلتقي العديد من الزعماء، وهناك بعض الزعماء لديهم خلافات يعني شائكة، وتشكل هذا النوع من الاجتماعات فرصة كبيرة للأطراف الثنائية والثلاثية أيضا. من المتوقع أن يلتقي أيضا بلقاء ثنائي يجمع ما بين الرئيس الفرنسي والرئيس الأمريكي جو بايدن أيضا على هامش هذه الاجتماعات، وأيضا هناك لقاء هام للغاية سيكون صباح يوم غد الأربعاء يجمع ما بين الرئيس الفرنسي وما بين مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، من أجل التطرق إلى قضية إيجاد منطقة آمنة وتحييد محطة زابوريجيا عن الصراع ما بين كييف وموسكو وخطورة هذه المسألة بشكل عام. هذا الملف سيتم تداوله، خاصة وأنه كان هناك لقاء جمع ما بين وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا ونظيرها الروسي سيرجي لافروف، وتم إطلاعها أيضا على حيثيات ما يحدث في تلك المنطقة، وأيضا خطورة وجود 6 مفاعلات على مسألة أمن المنطقة وأمن أوروبا أيضا بشكل عام. يعني هناك العديد من الملفات الهامة التي سيتم نقاشها، أيضا قضية ألمحت إليها في الحقيقة وزيرة الخارجية الفرنسية، وهي قضية أن الكرة الآن في ملعب إيران بخصوص العودة إلى الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015. هي تقول بأنه لا مبادرات جديدة عند سؤالها من قبل الصحفيين عن أن هل هناك سيكون مبادرات جديدة من فرنسا أو من المجتمع الدولي من أجل تقديم ضمانات إضافية لإيران بخصوص العودة إلى الاتفاق النووي، وكان جوابها بأنه لا خيار أفضل أمام طهران كمثل هذه الأوراق التي هي حاليا على طاولة إيران، ويجب عليها أن تقبلها لأنها وكأنها تلمح إلى أن هذا هو الخيار الوحيد والأخير، خاصة وأنه تم تعديل هذه الاتفاقية عدة مرات هذا الصيف لتصل إلى شكلها النهائي. الملف النووي أيضا يعني متاح للنقاش بشكل كبير، وخاصة في حال اجتمع فعليا على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة الرئيس الفرنسي ونظيره الإيراني. هناك أيضا كما ذكرت مسألة أمن زابوريجيا والعديد من الملفات التي ستطرحها أيضا وزيرة الخارجية الفرنسية مع نظرائها من الهند والصين، وللحديث أيضا عن أزمة تايوان والتهديدات الخطيرة التي تشكلها الصين في ذلك الملف. يعني المحاور كثيرة، وربما ستكون هذه الاجتماعات يعني ستؤثر بشكل كبير على مجريات ملفات حساسة أيضا من بينها الأمن الغذائي وضرورة تحييد هذا الملف عن مجمل الصراع الروسي الأوكراني حاليا وتداعيات هذه المسألة على إفريقيا والعديد من الدول الفقيرة التي تعاني حاليا بسبب نقص الغذاء ونقص المساعدات. وأيضا قضية حساسة للغاية اليوم يتم الحديث عنها لينا، هي قضية فشل الأمم المتحدة في حل العديد من النزاعات حول العالم، سواء في العالم العربي عبر مبعوثين عدة وكثر على مدار أكثر من يعني عقود، بعض الملفات كالملف السوري واليمني وإلى غير ذلك، وأيضا ملفات عالمية اليوم مطروحة وتشكل حساسية كبيرة كالملف الحرب الروسية الأوكرانية، وأيضا يعني ملفات عديدة منها النووي والاتفاق الجاري حاليا التوصل إليه. نعم لينا. طيب ابقي معي، ننتقل أيضا إلى مراسلينا من نيويورك سهيل الشاعر ويمان شواف من برلين. أبدأ معك سهيل، تبعنا قبل قليل هذه الكلمة الافتتاحية للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أبرز ما جاء في هذه الكلمة.
نعم، الأمين العام للأمم المتحدة استعرض أهم التحديات التي تواجه العالم بشكل عام، وتحدث عن الصراعات التي تشهدها الدول كالصراع الأوكراني الروسي والصراع العربي أو الفلسطيني الإسرائيلي والنزاع في سوريا والأزمة في ليبيا والأزمة المستعرة في القرن الأفريقي والوضع في أفغانستان والمشاكل البيئية ومشاكل انبعاثات الغازات وتقلبات المناخية. تحدث عن التحديات الكبيرة التي تواجه الكوكب، كما تحدث عن التهديدات النووية وعدم تأمين المنشآت النووية حول العالم، وتحدث أيضا عن السياسات التي فشلت خلال عقود في تحقيق تقدم في مسألة انبعاث الغازات التي لا تزال تستمر، وأشار إلى أن مجموعة دول الـ20 هي التي يعني تصدر أكبر كمية من الغازات الدفيئة التي تغير المناخ في الكوكب. وتحدث أيضا عن التحديات التي تواجه المنظمة الدولية، ومن بينها مشكلة عدم إمكانية المنظمة الدولية لحل النزاعات الدولية كالأزمة الروسية في أوكرانيا والحروب الأخرى. وأشار أيضا إلى أن هناك ضرورة لتكاتف الدول الأعضاء من أجل الوصول إلى حل لكل المشاكل التي تواجه العالم بشكل مجمل، والتي تواجه يعني تحدي كبير لشعوب ولدول المنطقة على مدى السنوات والعقود المقبلة. نعم، نتوقع أيضا كلمة للرئيس الأمريكي جو بايدن خلال هذه الاجتماعات. ما هي التوقعات حول هذه الكلمة سهيل؟ نعم لينا، كان من المفترض أن يكون الرئيس الأمريكي جو بايدن هو يدلي بالخطاب الثاني، هذا هو التقليد في الأمم المتحدة، الخطاب الأول للرئيس البرازيلي والخطاب الثاني للرئيس الأمريكي، هذا هو التقليد المتبع. ولكن بسبب وجود الرئيس الأمريكي في جنازة الملكة إليزابيث الثانية تم تأجيل خطاب الرئيس الأمريكي إلى يوم غد، ومن المؤكد أن جانب كبير من الخطاب الأمريكي سيكون متعلق ب الأزمة الروسية الأوكرانية والحرب الدائرة هناك، وسيكون هناك تركيز كبير على حث الدول على عدم الوقوف موقف المتفرج، ومطالبة الدول التي تقف على الحياد أن تتوقف عن حيادها وتضغط على روسيا بشكل أكبر لإنهاء حربها المستمرة على أوكرانيا. كما سيكون هناك حديث أيضا عن تحديات أخرى كتحديات المناخ والأزمات الصحية والأوبئة ومواجهتها، وسيكون هناك أيضا حديث عن يعني من المؤكد أنه سوف يتطرق إلى أزمات أخرى حول العالم كالصراع الإسرائيلي الفلسطيني والأزمة السورية وأفغانستان وليبيا والقرن الأفريقي والتحديات الدولية الأخرى، كما سيتطرق أيضا إلى موضوع تأمين منطقة شرق وجنوب شرق آسيا باعتبارها منطقة حيوية للتجارة العالمية. كل هذه النقاط ستكون محتملة في الخطاب المرتقب للرئيس الأمريكي جو بايدن يوم غد. تجدر الإشارة أنه مساء يوم غد أيضا سوف يقيم الرئيس الأمريكي حفل استقبال لقادة الدول الذين حضروا لإلقاء كلمات في الجمعية العامة للأمم المتحدة. ابقى معي سهيل، انتقل الى يمان شواف ليطلعنا ايضا على هذه الكلمه المرتقبه للمستشار الالماني اولاف شولز. ما هي ابرز القضايا التي يتوقع ان يركز عليها في كلمته امام الجمعيه العامه يمان؟ نعم لينا، من المفترض أن تكون هذا الخطاب مساء الثلاثاء للمستشار الألماني. بشكل أساسي سيتحدث عن انتهاك روسيا للقانون الدولي وخرق القانون الدولي، طبعا هذا وفقا لمصادر حكومية، وسيكون الجانب الكبير من خطاب أولاف شولتز يركز على تداعيات هذه العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، وأيضا سيقدم وفقا لمصادر دبلوماسية حكومية ألمانية
سيقدم شولتز بالأدلة والبراهين كيف قامت روسيا بخرق القانون الدولي، وأن هذا الأمر كان له تداعيات خطيرة على المجتمع الدولي وعلى القانون وعلى يعني على الأمن في العالم. وأيضا سيفند أولاف شولتز وفقا لمصادر حكومية ما وصفه بالرواية أو الدعاية الروسية التي تحاول أن تتجاهل هذا الأمر المتعلق بانتهاك القانون الدولي، وأن تحاول الترويج لرواية أخرى بعيدة عن ذلك. لكن من الواضح أن المستشار الألماني أولاف شولتز سيركز بشكل أساسي عن هذه العملية العسكرية، تداعيات هذه العملية على الأمن، على وما وصف أيضا هنا في ألمانيا بأنه القانون الدولي اختلف تماما عما يعني بعد العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، وأن هذا الأمر كان له تداعيات خطيرة على العالم بأسره وعلى الأمن العالمي. لذلك يجب أن يكون هناك يعني إدانة واضحة، ويجب أن يكون هناك موقف واضح. لذلك من الواضح أن المستشار الألماني أولاف شولتز سيركز بشكل أساسي، وإن كان هناك العديد من الملفات والقضايا الأخرى الهامة، لكن وفقا للمصادر الحكومية الألمانية فإن الحيز الأكبر سيكون لانتهاك روسيا للقانون الدولي، طبعا بسبب العمليات الروسية في أوكرانيا. شكرا جزيلا لك كمان شواف، مراسل الغد من برلين. أشكر أيضا من نيويورك سهيل شاعر وماريا مصارع من باريس. شكرا لكم. كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن رغبة الرئيس الروسي بوتين لإنهاء الأزمة مع كييف بأقرب وقت، كما أعلن عن توصل روسيا وأوكرانيا إلى تفاهم بخصوص تبادل 200 أسير. من ناحية أخرى، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أن أوكرانيا لا تخسر الحرب أمام روسيا، بل تحقق انتصارات في مناطق عدة. على الخارطة الأوكرانية المشتعلة تتسارع الأحداث على الجانبين السياسي والعسكري، في الوقت الذي ما زال الرصاص يدوي في مختلف مدن أوكرانيا. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن أن بوتين يسعى لإنهاء الأزمة الأوكرانية في أقرب وقت ممكن، كما أكد أردوغان في الوقت عينه أنه لم يفقد الأمل في تنظيم لقاء بين بوتين وزيلينسكي في تركيا. وتأتي هذه التطورات على الرغم من تأكيدات سابقة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد فيها أن العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية متواصلة حتى تحقيق أهدافها. عسكريا، أعلن الجيش البريطاني أن أسطول البحر الأسود الروسي نقل بعض غواصاته من ميناء سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم إلى نوفوروسيسك في كراسندور كراي بجنوب روسيا. وذكرت وزارة الدفاع البريطانية أن عملية النقل ترجع على الأرجح إلى التغيير في مستوى التهديد الأمني المحلي في الآونة الأخيرة في مواجهة زيادة القدرة الهجومية بعيدة المدى لأوكرانيا. وكانت أوكرانيا قد تمكنت من ضرب أهداف أساسية لإمكانات موسكو القتالية بعد تزويدها بترسانة متنامية من الأسلحة الغربية بعيدة المدى. في غضون ذلك، تركز القوات الأوكرانية على تحقيق توغل سريع في المناطق الشرقية التي تراجعت عنها القوات الروسية، وفقا لما أعلنه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي ألمح إلى أنه سيستغل خطابا يلقيه عبر الفيديو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لدعوة الدول إلى تسريع تسليم الأسلحة والمساعدات لبلاده. وعلى وقع التطورات والمساعي الدولية لإنهاء الأزمة، تبقى مسألة جمع بوتين وزيلينسكي على طاولة واحدة مستبعدا جدا في الوقت الحالي. هذا ما أكده الطرفان مرارا في الأوقات الماضية، خصوصا أن المفاوضات التي عقدت سابقا بين الجانبين متوقفة منذ الربيع الماضي بعد 4 جولات من المحادثات التي لم تسفر عن انفراجة للأزمة بينهما.
أعلن الرئيس الانفصالي لمنطقة خرسون الساحلية في أوكرانيا أن مسؤولين محليين قرروا إجراء استفتاء بشأن الانضمام إلى روسيا. بدوره أكد مسؤول محلي في إقليم زاباروجيا الأوكراني أن استفتاء قد يجرى أيضا خلال الأيام المقبلة لضم الجزء الذي تسيطر عليه القوات الروسية من الإقليم. يأتي ذلك بعدما كشف قادة انفصاليون في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين اعترف بهما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دولتين مستقلتين قبل إطلاق العملية العسكرية في 24 من فبراير الماضي، كشف عن خطط متزامنة للتصويت على الانضمام إلى روسيا ستجرى في الفترة من 23 إلى 27 من سبتمبر الحالي. ضم إلينا شبكة مراسلين من اسطنبول علامة صبيحات، ومن كييف عامر العروقي، ومن موسكو يوسف بيجار. أهلا بكم. أبدأ معك علامة صبيحات، يعني ضعنا في تفاصيل تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول إعلان التوصل لاتفاق متبادل بين موسكو وكييف لتبادل 200 أسير. بالفعل لينا، هو تحدث، طبعا جاءت التصريحات خلال لقاء صحفي مع قناة PBS الأمريكية، وتحدث فيها عن محادثاته التي أجراها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوزبكستان في الأيام الماضية، معتبرا بأنه لمس رغبة كبيرة لدى الرئيس الروسي في إنهاء القتال في أوكرانيا، وبأن هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه بخصوص تبادل الأسرى بين قوسين وعددهم نحو 200 شخص بحسب ما قال، هو تطور وتفاهم مهم جدا، ويعكس هذه الرغبة لدى الرئيس الروسي بحسب ما قال. هو تحدث أو أقر بشكل أدق بأنه لم ينجح حتى الآن، أتحدث عن الجهود التركية، هو يتحدث عن الجهود التركية لم تنجح حتى الآن في جمع الرئيسين الروسي والأوكراني أو إقناع الرئيسين بشكل أدق في لقاء يجمعهما في تركيا، ولكن أنقرة لم تيأس ولن تيأس في محاولاتها في هذا الإطار، بمعنى أن الجهود التركية ستستمر من أجل محاولة إقناع الرئيسين الروسي والأوكراني في هذه القمة التي يعتبر الجانب التركي أنها مهمة إلى حد كبير من أجل إنهاء الحرب. أردوغان اعتبر أيضا بأن الهدف التركي حاليا هو إنهاء الحرب وإحلال السلام في أوكرانيا، وأنهم يضعون تصورهم خلال تواصله يعني لدى الرئيسين الروسي والأوكراني خلال تواصلهم المستمر معهما ومع الطرفين الروسي والأوكراني في هذه الآلية. هو اعتبر بأنه يجب أن تحافظ أنقرة على الحياد بين قوسين في مواقفها وتصريحاتها. عندما سئل عن موضوع الكشف عن مقابر جماعية في أوكرانيا وعن المسؤول عن هذه المقابر، قال إن من يتعين عليه الحديث حول هذا الأمر والكشف عن من يقف خلفه هي الأمم المتحدة، وأنه طالما لم تتحدث الأمم المتحدة عن هذا الأمر بمعلومات جديدة فإنه من غير الصواب أن تتحدث أنقرة بخصوصها، لأن أنقرة تلعب الآن دور الوساطة، ومن غير المنطق أو الصواب أن تتحدث بخصوصه أو أن تقف يعني إلى جانب أحد الطرفين على حساب الطرف الآخر، لأن هذا سيلغي صفة الحيادية والوساطة من الجانب التركي أو من الطرف التركي. بهذه المحددات وفي هذا الإطار تحدث الرئيس التركي إردوغان، والنقطة الرئيسية هي حديثه عن أنه لمس لدى الرئيس الروسي شخصيا خلال محادثاته التي وصفها معمقة رغبة حقيقية بإنهاء الحرب وإنهاء القتال والعمليات القتالية في أوكرانيا. نعم. هذه تصريحات مهمة، وهي رغبة مرة أخرى من قبل إردوغان في استمرار لعب دور الوساطة من الجانب التركي على مختلف المستويات السياسية والدبلوماسية وحتى العسكرية والأمنية. ابقى معي، أنتقل إلى مراسلنا من كييف عامر العروقي ليطلعنا على آخر التطورات وردود الأفعال على موقف الرئيس الانفصالي لمنطقة خرسون الذي أعلن عن قرار إجراء استفتاء بشأن الانضمام إلى روسيا. ما هي ردود الأفعال على ذلك؟ نعم لينا، لن يغير هذا على أرض المعركة شيئا ولا على الهجوم المضاد التي تشنه القوات الأوكرانية في شرقي البلاد. هذا ما قاله وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا قبل قليل،
ردا على الإجراءات باستفتاء للجمهوريات الانفصالية لوهانسك ودونيتسك في شرقية البلاد. كذلك وصفها أندري يارمك مدير مكتب الرئيس الأوكراني بأنها إجراءات استفزازية أمام النجاحات الأوكرانية في شرقية البلاد. كذلك أيضا كان هنالك تصريح من قبل ديوان الرئاسة الأوكرانية على لسان ميخائيل بوردياك بأنه قال بأن ذلك يعبر عن خوف من الجانب الأوكراني، خاصة وأن الجانب الأوكراني يقوم بعمليات ناجحة في شرقي البلاد، وأيضا تمكن من الوصول إلى الحدود الإدارية لمقاطعة لوهانسك التي سقطت قبل عدة أشهر، خاصة وأن عمدة هذه المدينة سيرغي غايداي سرعان ما قال بأن الجانب الروسي سوف يضم هذه المناطق ويعتبرها مناطق داخل الأراضي الروسية، وأي اعتداء عليها سيكون الاعتداء على روسيا. ربما هذا هو الرد أمام هذه النجاحات، حسب ما قال، أمام هذه النجاحات الأوكرانية شرقي البلاد. كذلك أيضا لم يقتصر الوضع فقط على المناطق الانفصالية في شرقي البلاد، كذلك قال البرلمان المعين من قبل السلطات الروسية في منطقة خرسون بأنه سوف يكون هنالك أيضا إجراء لاستفتاء، وكذلك أيضا المناطق الانفصالية في منطقة زاباروجا سوف يكون هنالك أيضا استفتاء للدخول أو الانضمام إلى روسيا الاتحادية. سوف تتم هذه الاستفتاءات في 23 من سبتمبر الحالي إلى 27 من نفس هذا الشهر، حسب ما يرى مراقبون. أيضا ربما هذا يكون هو الرد الوحيد أمام هذه النجاحات التي تحققها القوات الأوكرانية، واعتبار هذه جزءا من الأراضي الروسية ربما يعيق القوات الأوكرانية للدخول أو ربما لتوسيع فجوة هذا الصراع، خاصة وأنه لحد هذه اللحظة هذه العملية من قبل الجانب الروسي تسمى بعملية عسكرية خاصة ولن تتم الإعلان عن الحرب. كذلك أيضا كان هنالك تصريح من قبل نائب رئيس المجلس الأمن القومي الروسي قال بأن أي تهديد تتعرض له هذه المناطق ربما سيعتبر تهديدا على روسيا وسوف يتم استخدام فيها كامل هذه الأسلحة. تأتي أيضا هنا أيضا الأوكرانيون يشاهدون أن هنالك ربما بعض الإجراءات في الجانب الروسي لإجراءات أمنية، خاصة فيما يتعلق بالتعبئة العامة، ربما خلال فترة هذا الاستفتاء أو ربما بعد فترة هذا الاستفتاء إذا كان هنالك أي استفزاز من قبل الطرفين الجانب الروسي أو الجانب الأوكراني ربما يتم الإعلان مباشرا عن هذه الحرب وتدخل روسيا في حالة حرب أمام أوكرانيا. لأنتقل أيضا إلى مراسلنا من موسكو ليطلعنا أيضا عن حقيقة الموقف الروسي من الإعلان عن استفتاء هذه المناطق للانضمام إلى روسيا. لينا، اليوم شاهدنا ما يسمى بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك بالإضافة إلى سلطات مقاطعات كل من خيرسون وزاباروجيا إعلان تاريخ الاستفتاء للانضمام إلى قوام روسيا الاتحادية. هذا التاريخ حدد من 23 سبتمبر إلى غاية 27 من الشهر الجاري. موقف موسكو واضح من هذه المسألة، من استفتاء كل هذه المناطق خاصة ما تعلق بإقليم دنباس للانضمام إلى روسيا الاتحادية. شاهدنا اليوم عدة تعليقات من عدد من المسؤولين هنا في روسيا، في مقدمتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي أكد بأن رغبة المواطنين في إقليم دنباس وفي خيرسون وفي زاباروجيا بإجراء استفتاء يدل على حريتهم ونيتهم ورغبتهم في تقرير مصيرهم والانضمام إلى روسيا في ظل الظروف الحالية. مجلس الدوما هو الآخر تحدث وكشف بأن يحق لكل من جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الانضمام إلى قوام روسيا الاتحادية عن طريق استفتاء شعبي، لأنهم عملوا رفقة الجيش الروسي وتصدوا للقوات الأوكرانية وناضلوا طيلة 8 سنوات. لكن لينا، التصريحات الأهم والأبرز اليوم جاءت على لسان نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف،
الذي أكد بأن هذه أو هذا الاستفتاء إن حدث فإنه ليس فقط يصب في خانة حماية جمهورية لوغانسك ودانيتسك والمواطنين في خيرسون وزاباروجيا من القوات الأوكرانية، بل يعد تحولا استراتيجيا أو جيوسياسي، وكذلك بحسب وصفه سيكون نقطة تحول في تطور روسيا. الأخطر من هذا هو حديث نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف بأن أي اعتداء على الأراضي الروسية سيعد بمثابة الجريمة، وسيتيح لروسيا الفرصة لاستعمال كل قواتها العسكرية للدفاع عن أراضيها. بمعنى آخر أنه في حال ما انضمت كل من جمهوريتي لوغانسك ودانيتسك ومقاطعتي خيرسون وزاباروجيا إلى روسيا عن طريق استفتاء شعبي، فإن روسيا ستكون لها أو سيكون لها الحق لحماية هذه المناطق بصفتها أراضي لا تتجزأ من الأراضي الروسية. هذه التطورات يقرأ فيها الخبراء بأن عبارة عن تصعيد من الطرف الروسي، ويحمل الكثير من الرسائل التحذيرية الموجهة للقوات الأوكرانية وحتى للقوى الغربية التي وصفها ديمتري ميدفيديف بأنها تخشى من هذا الاستفتاء، لأنه سيتيح الإمكانيات أكثر وسيتيح إمكانيات أكثر للجيش الروسي للدفاع عما يسميه ميدفيديف أراضيه المستقبلية. شكرا جزيلا لك يوسف بيغار مراسلنا من موسكو. أشكر أيضا علام إصبحات من إسطنبول وعامر العروقي من كييف. أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قرر تمديد حالة الطوارئ الوطنية لمدة عام واحد فيما يتعلق بالأشخاص الذين يرتكبون أو يهددون بارتكاب أو يدعمون الإرهاب. وفي هذا الإطار قال الرئيس الأمريكي إن تصرفات مرتكبي الإرهاب أو من يهددون بارتكابه أو يدعمونه يشكل تهديدا غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد الولايات المتحدة. في مؤشر على استمرار القلق الأمريكي من تهديدات إرهابية قد تتعرض لها البلاد، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن تمديد حالة الطوارئ في البلاد لعام إضافي، وذلك بعد الإعلان عنه لأول مرة في 23 من عام 2001. ووفقا لبيان البيت الأبيض، يبدو أن الدافع وراء هذا القرار هو أن تصرفات مرتكبي الإرهاب أو من يدعمونه أو من يهددون بارتكابه ما زالت تشكل تحديا غير عادي للأمن القومي في الولايات المتحدة. سلوك مرتكبي الحوادث الإرهابية دفعنا لتمديد حالة الطوارئ لعام جديد في خطوة تهدف بالأساس إلى مواجهة الجريمة والتصدي لها ومواجهتها بحزم وثبات. القرار الأمريكي يأتي في وقت تواجه فيه البلاد تحديات كبيرة، من أبرزها ارتفاع نسب الجريمة، حيث أظهرت دراسة أجراها مجلس العدالة الجنائية أن الجرائم في 22 مدينة ارتفعت بنسبة 22% خلال العامين الماضيين مقارنة بعام 2020 وبنسبة 44% مقارنة بعام 2019. ورغم أهمية الإعلان الأمريكي، إلا أن العديد من المنظمات المعنية بحقوق الإنسان انتقدته، زعيمة أنه سيمنح الشرطة المزيد مما أسموه بمساحات التحرك لممارسة مزيد من البطش بالمواطنين، وهو ما تسبب في كثير من الأزمات التي لم تتوقف، خاصة مع استمرار اعتداء الشرطة على عدد من المواطنين والتسبب في حوادث قتل في عموم البلاد. دفن جثمان الملكة إليزابيث الثانية يوم أمس في قنيسة سان جورج بقلعة ويندزر، لتنتهي بذلك مراسم التشييع بحضور الملك تشارلز الثالث وأعضاء الأسرة المالكة و2000 من ضيوف من قادة العالم والمسؤولين. وشارك مئات الألاف من الأشخاص المحتجدين في شوارع لندن، فضلا عن متابعة الملايين حول العالم مسيرة النعش الملكي وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة في تاريخ البلاد الحديث. الملكة الراحلة إليزابيث الثانية إلى مثواها الأخير بعد 11 يوما على وفاتها في قلعة بالمورال باسكتلندا، لينقل جثمانها إلى العاصمة الاسكتلندية إدنبرا في مراسيم خيم عليها الحزن لفراقها بعد 7 عقود من قيادتها للعرش البريطاني.
من سكوتلندا حط جثمان الملكة الراحلة في وستمينستر، وبقي 4 أيام يصطف عشرات الآلاف لإلقاء نظرة الوداع. وفي اليوم الأخير لمراسيم جنازة الملكة حضر حوالي 2000 شخصية، منها 500 من ممثلي دول العالم، إلى كنيسة وستمينستر للمشاركة في الجنازة التاريخية والمهيبة للراحلة إليزابيث الثانية. بعد وستمينستر نقل الجثمان إلى كنيسة سان جورج بقلعة وينسور، إذ بدأت الطقوس النهائية قبل عملية الدفن. لقد اجتمعنا معا لنلتزم بين يدي الله لروح خادمته الملكة إليزابيث هنا في كنيسة سان جورج، حيث كانت تعبد الله كثيرا. لابد أن ندعو لها لأنها أثرت إيمانها المسيحي العميق. الشعب البريطاني حزن لفراق ملكته التي وافتها المنية عن عمر ناهز 96 عاما، وحضروا بمئات الآلاف في العاصمة لندن كما احتشدوا على طول طرقات موكب الجنازة. إنه يوم حزين للغاية، لكننا أردنا فقط أن نكون هنا، وهذا يعني الكثير للبلد بأكمله. لذلك يسعدنا أن نأتي إلى هنا لنقول شكرا للملكة الراحلة. قصر قلعة وينزور غرب العاصمة لندن يأتي في المرتبة الثانية من حيث الأفضلية بالنسبة للملكة الراحلة بعد قلعة بالمورال الاسكتلندية، فاختارت الراحلة أن تدفن فيه بجوار قبر والدها جورج السادس وأختها مارغريت وزوجها الراحل الأمير فيليب. بعد مراسيم تاريخية للراحلة الملكة إليزابيث الثانية من سكوتلندا مرورا بويستمينستر ونهاية بقلعة وينزور، رحلت الملكة إليزابيث الثانية، لكنها لم ترحل من قلوب المواطنين البريطانيين ومحبيها من وراء البحار. محمد الفنيش، قناة الغد، من أمام قلعة وينزور غرب لندن. برنامج من لندن متواصل معكم مشاهدينا، وبعد الفاصل نتوقف عند بعض عناوين الصحافة البريطانية. أهلا بكم من جديد. تناولت الصحف البريطانية الصادرة اليوم مراسم الوداع الأخير للملكة إليزابيث وتشييعها إلى مثواها الأخير بعد جنازة مهيبة شهدت مشاركة دولية وشعبية واسعة. ونشرت صحيفة ديلي تيليغراف تقريرا تحت عنوان موجة حب عارمة في جنازة الملكة، ونشرت الصحيفة صورة للملك تشارلز وهو يضع علم فوج مشاة الجيش على نعش الملكة ويبدو على وجهه الحزن الشديد. وأوضحت الصحيفة أن يوم الجنازة للملكة كان يوما عظيما لم يشهده العالم منذ 7 عقود ولا يمكن تكراره مرة أخرى. وأشارت الصحيفة إلى التواجد الرسمي والدولي في الجنازة وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ورؤساء آخرون. ينضم إلينا من لندن عبر خدمة سكايب سيد روس كلارك الكاتب في صحيفة الديلي ميل. أهلا بك معنا سيد روس، يعني كيف تابعتم هذا المشهد المهيب الذي شهدته مراسم الجنازة للملكة إليزابيث الثانية يوم أمس، وهل بالفعل هو كان الحدث الأبرز والأهم الذي شهدته المملكة المتحدة خلال 70 عاما بالمقارنة بأحداث ملكية بارزة كانت خلال سنوات حياة الملكة الراحلة؟ الملكة كانت على العرش لسبعين عاما، ومعظم الشعب البريطاني لا يمكن له أن يتذكر له وقت لم تكن فيه الملكة على العرش، لذلك هذا سيكون أو هذه ستكون دائما لحظة مهمة وكبيرة للغاية في الحياة الوطنية. ومن المبهر المظهر وهو المكان الذي كان به ملايين الأشخاص،
ونعش الملكة موضوع في ويستمنستر في قاعة ويستمنستر لعدة أيام. لذلك بالأمس كانت هناك كذلك الآلاف من الأشخاص في الشوارع يشهدون الموكب الجنائزي، وذلك استغرق سنوات للتخطيط. والأمير والملكة نفسها كانت منخرطة في التفاصيل الدقيقة لهذه المراسم، وإنه من المثير للاهتمام أو من المثير للإعجاب المراسم التي بها تفاصيل كثيرة والتي حدثت ونفلت في عدة أيام. ولندن مدينة مزدحمة ولن نرى ذلك في الأيام القادمة. والملك تشارلز يبلغ من العمر 70 عاما ولن يحظى ب70 عاما في العرش، وعندما ينتهي حكمه من يصعب تخيل أن يكون هناك حدث أو مناسبة مهمة للغاية تجذب الكثير من الجموع والحشود، مثل ما حدث في وفاة الملكة الراحلة، فكانت شخصية مشهورة في البلاد، ليس فقط من داعمين الملكية، ولكن كانت لها أو كانت تحظى بحب خاص. وبعض الأشخاص لم يوافقوا على الملكية ولم يحبوا كثيرا الملكة، ولكنه ليس من المفاجئ أنها حصلت على كل هذا الاهتمام. يعني لاحظنا هذه المشاركة الدولية والشعبية الواسعة التي رافقت مراسم هذه الجنازة تحديدا يوم أمس، وهو الحدث أو اليوم الأكبر خلال مسيرة العشرة أيام الماضية. ولكن كيف استطاعت بريطانيا أن تكون جاذبة وعنصر جاذب بهذا الشكل يشمل كل قادة العالم الذين حضروا مراسم الجنازة يوم أمس؟ أعتقد أن هذا جليا في أنه ليس من السهل السفر قادة الدول إلى دول أخرى بهذه الطريقة. وبالأمس اقتنعوا جميعا أنهم عليهم ترك سياراتهم بالخلف مع استثناء جو بايدن الذي جلب معه حراسه والسيارة التي يتنقل بها، ولكن القادة الآخرين تركوا سياراتهم في بلادهم وانتقلوا إلى أو ذهبوا إلى ممر ويستمنستر أبي. وفي المناسبات الأخرى حول العالم يكون نادرا تجمع قادة الدول بهذا الشكل، وجو بايدن نفسه كان في مقدمة الحشود، و لهذا السبب كانت هناك أهمية لي الملكية في هذا الحدث الذي اجتمع نعم القادة اجتمعوا في الأمم المتحدة، ولكن ليس بالطريقة التي كان بها الأمر في هذا الحدث، حدث رحيل الملكة. بالأمس طوت الحقبة الإليزابيثية الثانية آخر فصولها، كيف تتوقعون أن تختلف حقبة الملك تشارلز الثالث عن حقبة الملكة إليزابيث الثانية؟ الملكة إليزابيث وعصرها دائما يوصف بانخفاض وطني، حيث تخلت بريطانيا عن إمبراطوريتها واحتلالها وممتلكاتها مثل
الدول في أوروبا، وكانت فترة من التحسن الهائل في مستويات المعيشة وفي ثروات الأشخاص في بريطانيا، وتغير اجتماعي كبير وما إلى ذلك. ويصعب تخيل حكم تشارلز ولن يطول كما طال حكم إليزابيث، وكما حدثت تغيرات هائلة في الحياة الوطنية. وإذا ما أردت النظر إلى ذلك من منظور تاريخي، حكم الملكة إليزابيث الثانية كان مثل حكم الملكة فيكتوريا في عام 1887، وكانت الظروف الاجتماعية مشابهة والثروات، وفي الهيكل الحياة البريطانية. وتشارلز الثالث سيشبه إدوارد السابع، والذي كان في العرش بين عامي 1901 و1910، وكانت فترة قصيرة للعرش والحكم. وهذا نوع حكم تشارلز الثالث في أعقاب العصر الإليزابيثي الثاني، وهو عصر جديد في حد ذاته. ابقى معي، سنقرأ أيضا ما جاء في صحيفة الاندبندنت، حيث سلطت الضوء على كلمة رئيس أساقفة كانتربري في جنازة الملكة، ونشرت تقريرا تحت عنوان يجب على الملك إبعاد وزراء الحكومة عن الانقسام. تقول الصحيفة إن كلمات رئيس الأساقفة في الجنازة كان لها أبعاد سياسية، إذ تضمنت التحديات التي تواجه الحكومة والملك تشارلز. وأوضحت الصحيفة أن القيمة الحقيقية لكلمة رئيس الأساقفة هي أنها كانت تمثل محاكاة لوزراء الحكومة والسياسيين بضرورة العمل لخدمة المجتمع. وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن أزمة تكلفة المعيشة التي تتعرض لها بريطانيا ستشكل أكبر تحد للبلاد والنظام الملكي في السنوات القادمة. أعود إليك سيد روس، يعني هنالك انتقادات لكلمة رئيس الأساقفة خلال الجنازة والتي وجهها للملك حول التحديات التي تواجه البلاد. ما هي دلالات هذه الكلمة، وهل كانت في توقيتها المناسب باعتقادك؟ من المهم للغاية تذكر فيما يخص المقتطفات التي قرأتها من خطاب كبير الأساقفة، أنه لم يتذكر أن بريطانيا هي ملكية دستورية، وأنه يعني أننا لدينا ملك ولدينا ملكة، ولكن ليس لهما أي قوة سياسية، والقوة السياسية كلها في البرلمان وفي رئيسة الوزراء ليز تراس. والملكية لا تتدخل في الشؤون السياسية، وليست عليها التدخل في الشؤون السياسية، وهو يعرف ذلك، وأعتقد وأنا متأكد أنه سيحترم ذلك. وما ليس لدي هو أنه ليست لديه أوامر أو قرارات أسبوعية مع ليز تراس، وإذا ما عدم وجود مسؤولين، وإذا ما أراد الملك أن يعرب عن مخاوفه بشأن ما يحدث في البلاد سياسيا، قد يفعل ذلك، وسيبقى ذلك سرا، أو لن يتم الإعلان عنه. وهذه هي حدود الملك فيما يخص التأثير السياسي، وليس من الحقيقي قول أن هناك تحديات سياسية تواجه الملك، لأنه من خلال الدستور عليه أن يبقى بعيدا عن القرارات السياسية التي تتخذ من قبل الحكومة والبرلمان. أشكرك جزيلا سيد روس كلارك، الكاتب في صحيفة ديلي ميل.